السلام عليكم. فكرة الفيديو ازاي اعمل انستول لتول اسمها ريموت ديسكتوب كونكشن مانجر، بعمل لها داونلود فور فري من على موقع مايكروسوفت. مجرد ان ادخل على جوجل واكتب ار دي سي مان هلاقي اللينك بتاع مايكروسوفت، هعمل داونلود للتول. نزلت في ملف الداونلود، هعمل لها اكستراكت. بعد ما فكيت الضغط هلاقي الملف موجود، هعمل له اوبن. هختار فايل نيو، هكتب في الفايل نيم rdc.config، واعمل لها سيف في نفس المكان اللي موجود فيه الفايل. بعد كده ادخل على الايديت، هعمل جروب، الجروب دي هسميها سيرفر، ودي المكان اللي هيكون فيه كل السيرفرات اللي موجودة عندي في الشركة. هعمل جروب تانية هسميها الكلاينت، ودي هيبقى موجود فيها أجهزة الكمبيوتر اللي موجودة عندي في الشركة. تحت الجروب اللي اسمها سيرفر هأد الدومين كنترولر، هكتب في السيرفر نيم اكتب الاي بي ادرس، وفي الديسبلاي نيم هكتب الاسم اللي هو الدومين، تحت الجروب اللي اسمها كلاينت هبتدي اضيف اجهزة الكلاينت اللي موجودة عندي في الشبكة. ده جهاز ويندوز 7 هنسميه بي سي داش وين 7. اقدر اعمل سيف للاكونت بتاع الادمنستريتور او اي اكونت لاي يوزر انا محتاج اعمل بيه ريموت ديسكتوب. هضيف جهاز تاني، جهاز ويندوز 10، وهنا هخلي الدومين يوزر اللي بيشتغل على جهاز الويندوز 10 هخليه هو الريموت ديسكتوب يوزر، بحيث ان انا كادمن لو حبيت اشتغل على اليوزر بروفايل اقدر اشتغل عليه اوتوماتيك. كده عندي جهازين كلاينت، واحد ويندوز 7 والتاني ويندوز 10، ده غير الدومين. دول الثلاث اجهزه اللي عندي. هدخل على الجهاز الويندوز 10 وهعمل allow الريموت ديسكتوب كونكشن. لازم كل الأجهزة اللي موجودة عندي سواء سيرفرات أو أجهزة كلاينت لازم أعمل allow للريموت ديسكتوب. وهنا هضيف دومين يوزر بحيث إن أقدر أدخل على البروفايل بتاعه. بعد ما عملت allow ريموت ديسكتوب لكل الأجهزة أقدر أدوس عليها دبل كليك وأعمل كونكت. ده الجهاز الويندوز 7، ده الجهاز ويندوز 10، أقدر أشتغل عليه وأحل أي مشاكل ريموتلي. طيب في حالة إن أنا حبيت انقل ملف من جهازي انا كادمن لجهاز الكلاينت، هعمل ديسكونكت للسيشن واختار بروبرتيز، اختار لوكال ريسورسز، ومن الدرايفرز
اختار البارتيشن اللي موجود جوه الداتا اللي انا عايز انقلها للكلاينت، ادوس اوكي وارجع اعمل كونكت تاني. هلاقي ان البارتيشن بتاع جهاز الادمن ظهر عند جهاز الكلاينت، واقدر اخد الداتا كوبي بيست.